سؤال ثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وما المقصود بإرم؟ هذه القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوتها وجبروتها، لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسببه. نعم. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم. قد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه، ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسولا هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان وزيادة تعريف بهم. قوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انتهى كلامه رحمه الله، وبه يتبين المراد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. والله أعلم.